ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرحبا بك معنا على شاشة العربية، شكرا لاختيارك العربية للظهور عليها. الجيش أعلن أنكم تلقيتم عدد من الاتصالات من عدد من رؤساء الدول فيما يتعلق بإجلاء رعاياها من السودان، ما الذي دار بينك وبينهم وتم التنسيق والترتيب عليه سيادة الفريق؟ مرحبا عليكم السلام. طبعا معظم قادة هذه الدول قلقون من مآلات الأحداث الجارية الآن في السودان، وأيضا نحن نشاطرهم هذا القلق لأن الأوضاع الإنسانية والأوضاع المعيشية والصحية كلها في تدهور يومي مستمر، والجميع يحس كما أيضا نحن نحس على ضرورة إيقاف هذه الحرب، وهم طلبوا تسهيل إخلاء رعاياهم، ووعدناهم بالقيام بالإجراءات الضرورية لتأمين وخروج رعاياهم خروج آمن. ما هي هذه الإجراءات التي ستقومون بها سيادة الفريق؟ كيف ستضمنون سلامة إجلاء مواطني ورعايا هذه الدول من السودان؟ نحن نوفر المطارات اللازمة ونوفر الممرات الآمنة في بعض المناطق التي بها بعض الإشكالات الأمنية. هل كل المطارات تحت سيطرة الجيش؟ كل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطار الخرطوم في إشكالية ومطار نيالة في إشكالية. بقية مطارات السودان كلها تحت سيطرة الدولة. وبالتالي مطار الخرطوم لن يتم من إجلاء مواطني أي دول أو رعايا بسبب حدة الاشتباكات حول المطار سيادة الفريق؟ بالتأكيد بالطبع نعم. طيب، يعني هناك من ينظر بأن مسألة إجلاء الرعاية من السودان هي تنذر بتصعيد كبير سيكون خلال الأيام القادمة، هل هذا حقيقي؟ طبعا رعاية الدول أصابهم الهلع وأصابهم الخوف من ممارسات مجموعات الدعم السريع المنفلتة داخل الأحياء السكنية، فهي تفتش المنازل وتصادر الأموال وتعتدي على البعثات الدبلوماسية دون أي مراعاة لحرمة هذه البعثات ولقوانين التي تعمل بها، حتى دون أي مراعاة لحرمة المواطنين ومنازلهم. الآن هذه المجموعات منتشرة داخل الأحياء السكنية داخل المجمعات الخدمية وتقوم بأفعال فعلا أدخلت الخوف والهلع والرعب في الوطنيين قبل الأجانب. يعني سيادة الفريق، هذا الانتشار لهذه القوات، قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية في الخرطوم، يعني بأنكم لم تسيطروا بشكل كامل على العاصمة الخرطوم حتى الآن؟ نعم، هنالك وجود لمجموعات كثيرة جدا من هذه القوات وسط الأحياء السكنية لتفادي ضربات المدفعية ولتفادي ضربات الطيران. نحن لا نريد أن نقدم على مثل هذه الخطوات حتى لا يحصل ضرر وسط السكان أو وسط المجمعات السكنية، ونحن نطالب أيضا إذا كانت هنالك فعلا قواعد للاشتباك أو أمور معروفة للحرب يجب أن لا يتم استخدام المواطنين كدروع بشرية، يجب أن نجد هذا السلوك إدانة من الجميع. هل تم فعلا استخدام المدنيين كدروع بشرية في المواجهات بينكم وبين قوات الدعم السريع؟ بالتأكيد، الآن مجموعات كبيرة من الدعم السريع أخرجت المواطنين منازلهم متوقعين في المنازل، أخرجت أخلت المستشفيات واحتلت المستشفيات، موجودة في كثير من كل الآن قواتهم من داخل الخرطوم في مناطق سكنية وسط السكان وسط الأحياء السكنية. سيادة الفريق، يعني هناك نزوح كبير للمدنيين من العاصمة الخرطوم، يعني السؤال عن من يسيطر على المفاصل المهمة في العاصمة اليوم؟ هناك تضارب للأنباء بأنكم سيطرتم مثلا على محيط قيادة القوات العامة المسلحة، على المطار، على عدد من المناطق الحيوية داخل الخرطوم. حقيقة السيطرة اليوم في العاصمة الخرطوم كيف يمكن أن تتحدث عنها؟ هجوم، احنا كنا موجودين في مغراتنا وتم الهجوم علينا من قبل هذه المجموعات المتمردة. طبعا نحن نقوم بالدفاع ولا نريد أن نخرج إلى خارج دائرة الدفاع، لأننا نظن أن ذلك سيتسبب في أضرار كبيرة وأضرار بالغة على السودانيين. الآن آلاف الأسر تشردت، مئات قتلوا، البنية التحتية تضررت في حرب عبثية ليست لديها جدوى،
سوى الأكاذيب التي يدعيها الطرف الآخر بأنه يحارب الحلول ويحارب الجماعات الإسلامية. الآن ما في أي جماعات إسلامية أصابوا ضرر ولا في كوز أصابوا ضرر، وإنما الضرر أصاب السودانيين وأصاب مقدرات الدولة وأصاب القوات النظامية وأصاب أسس الدولة السودانية في رمزية اجتماعي في قوميتها في وحدتها. لذلك هذه الادعاءات الكاذبة التي تصار بأن الحرب ضد الجماعات الإسلامية هذه أكذوبة يراد بها استعطاف بعض المجموعات التي تناصف هؤلاء الجماعات العداء. نحن نؤكد أن الجيش هو جيش سوداني خالص وليس جيش للبرهان، والدليل أنه البرهان موجود في خرطوم الآن في كل الولايات في السودان، هنالك سيطرة للقوات المسلحة على كل الولايات أو على كل الرئاسات الأقاليم. هذا يدلل أن القوات المسلحة قوات قومية، قوات معركتها هي ضد الهيمنة التي يسعى إليها بعض الأشخاص أو بعض المجموعات التي تريد أن تستحوذ على الدولة السودانية. طيب فيما يخصكم سيادة الفريق، يعني هناك أنباء تحدثت بأنكم يعني خرجتم من العاصمة الخرطوم بسبب يعني الاشتباكات القريبة من محيط القيادة العامة للقوات المسلحة. القوات الدعم السريع نشرت عدد من الفيديوهات قالت بأنها اقتحمت مقر إقامتك شخصيا، هل تستطيع الرد عليها؟ وأين كنت أصلا منذ بداية هذه الاشتباكات وحتى اليوم؟ أنا موجود في هيئة قيادة القوات المسلحة ولم أبارحها ولن أبارحها، هذه هي مهنتي وهذا شرفي، لن أخرج إلا محمولا على نعش، لكن أنا موجود وأقوم بواجبي الدستوري وأدافع عن الدولة السودانية، ولا أدافع عن شخص ولا أدافع عن جهة ولا أدافع عن كيان، أنا أدافع عن السودان، أدافع عن وحدته، أدافع عن بقائه، أدافع عن السودانيين جميعا. أنا موجود، صحيح المنزل تم تسلل لصوص، أنا أظن ذلك لصوص تسلل لداخل المنزل من بعض المنزل، هو في طرف ليس داخل القيادة، بالمعنى أنه تسلل لي بعض اللصوص وعاسوا فيه فسادا. طيب السؤال المهم اليوم سيادة الفريق، إلى أي مدى زمني ممكن أن تستمر هذه الحرب؟ هل لديكم يعني موعد محدد أو لديكم استراتيجية عسكرية تبنون من خلالها وقتا زمنيا أو توقعا لنهاية هذه الحرب؟ طبعا أي جهة تبدأ الحرب بالتأكيد لن تعلم إلى أي مدى ستنتهي هذه الحرب وكيف وأين، هذه بديهيات معروفة في الحروب، ما في جهة تعرف أن الحرب دي تنتهي متين وكيف، لأنه طبيعة السودان، طبيعة السودانيين، طبيعة العمليات الجارية داخل المدن تحتاج إلى جهود كبيرة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى طول نفس. كلنا نعلم أن الحرب داخل المناطق المبنية ليست كالحرب في المناطق المكشوفة أو مناطق الأخرى. التوقيتات الزمنية هنا غير وارد أن الناس يتأكدوا من أنه والله بعد أسبوع بعد 10 يوم، لكن نحن نناشد بأن يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن نخرج كل المسلحين من داخل الأحياء التقنية، يجب أن نخرج كل المسلحين من المنشآت الخدمية. الآن الأقسام الشرطية محتلة، المستشفيات محتلة، المرافق الحيوية كلها محتلة ولا أحد يستطيع أن يقدم خدمة للمواطنين، السجون تم اقتحامها وأطلق سراح كل المجرمين. طيب. هنالك نزر بفوضى شاملة قد تعم السودان إذا لم ننتبه جيدا ونوقف جميعا هذه الحرب اللعينة. الفوضى الشاملة، ما الذي تقصد يعني بهذه الكلمة؟ هناك مجموعة الأزمات الدولية كانت قد حذرت من أن السودان قد ينزلق إلى حرب أهلية بسبب هذه الاشتباكات وبسبب ما يحدث اليوم في السودان، هل تعتقدون بأن هذا سيناريو مرجح سيادة الفريق؟ بالأمس اقتحمت مجموعة من الدعم السريع سجن الهدى وهو أكبر سجن في العاصمة، به قرابة 8000 نزيل وتم قتل الحراس والضباط وإطلاق سراح جميع هؤلاء السجناء، فيهم المجرمين، فيهم تجار المخدرات، فيهم القتلة. اليوم أيضا سجن النساء بيوم درمان به آلاف برضو من السجينات الآن أيضا اقتحمته هذه القوات وأطلقت سراح كل هؤلاء المسجونين.
جهة تقوم بمثل هذه الأعمال وتستحل أقسام الشرطة لتمنع الشرطة من أداء واجبها، معنى ذلك أن هذه الجهة تريد أن تثير الفوضى في الدولة. طيب أسألك عن قائد الدعم السريع مباشرة محمد حمدان دقلو، اعتبر أنك غدرت به ووصفك أيضا حتى بأوصاف أخرى منها أنك انقلبت على السودان وبأنه يجب أيضا كذلك تسليمك للعدالة، كيف تعلق على كل ما وصفك به سيادة الفريق؟ أنا أقول رمتني بدايها وانسلت، ليس أكثر من ذلك. طيب اتهم أيضا حتى فلول النظام السابق بأنهم يحيطون بك، بأنهم هم من حرضوك أيضا لمهاجمة قوات الدعم السريع. هذا كذب صريح، وهو يعلم تماما أنني ليست لدي أي علاقة بالنظام السابق ولا جميع يعلم ذلك. نحن قوات مسلحة نعمل بمهنية واحترافية، وواجبنا حماية السودان. حتى معظم من يروج هذه الإشاعة يعلم المصداقية ويعلم أنها كلمة حق أريد بها باطل أو كلمة باطل أريد بها حق. ما هو مصير دقلو بالنسبة لكم في الجيش سيادة الفريق؟ وأصلا مصيره مرتبط بما تسفر عليه الأيام المقبلة إذا كانت هنالك استجابة للجنوح للسلم. هل هو على قائمة المستهدفين بالنسبة لكم خلال المعارك؟ نحن لا نستهدف أي شخصيات رسمية كما هم يفعلون ذلك. هم الآن يستهدفون القيادات للقوات المسلحة ويرسلون أتيام القناصة لتقتلهم. نحن لدينا نظم وأعراف ونحترم العادات والتقاليد العسكرية ونعرف كيف يكون القتال. لا نستهدف شخصيات، لا نستهدف أشخاص، نحن نستهدف مهددات الأمن الوطني ونستهدف العمل الذي يدور بأمن الدولة. هل تعلمون الآن أين هو حميدتي؟ أو لديكم معلومات سيادة الفريق؟ لا أحد يعلم، حتى قواته لا تعلم أين هو. اتهمتم عدد من الدول الإقليمية بأنها تساند الدعم السريع، تساند مباشرة محمد حمدان دقلو، هل يمكن أن تكشف لنا عن هذه الجهات سيادة الفريق؟ أبدا، هنالك معلومات وردت بأن هنالك محاولات. هذه المعلومات في مثل هذه الظروف تكون متواترة من جهات مختلفة لديها مصلحة في تأجيج الصراعات، وكان هنالك حديث عن الجنرال خليفة حفتر واتصل به شخصيا هو وأكد بأن هذه المزاعم يراد بها الفتنة والوقيعة بين الجيران. طيب هناك معلومات أجنبية سربت عبر الصحافة يوم أمس وأيضا حتى خلال الأيام الماضية منذ بداية الاشتباكات بأن الدعم السريع تلقى دعم بأسلحة من قوات فاغنر، ما هي دقة هذه المعلومات أولا بالنسبة لكم سيادة الفريق؟ نحن نتحرى من دقة هذه المعلومات حتى الآن. هل أنتم يعني مستعدون للتراجع عن دعم عن دمج الدعم السريع مع الجيش كحل للأزمة سيادة الفريق؟ هل هذا مطروح على الطاولة؟ أبدا، هذا هو أس المطلب الذي دعا الدعم السريع إلى مهاجمة القوات المسلحة. نحن نعلم أن الدولة بها جيشين، فيكون مصير ما يحدث الآن، لذلك نصير أن الدمج يجب أن يكون جزء من الاتفاق الإطار الذي توافقنا عليه جميعا. طيب هل هناك أي خلاف بينكم وبين الروس سيد عبد الفتاح؟ العلاقة كيف يمكن وصفها؟ يعني بعد الاتهامات بأن فاغنر تساند قوات الدعم السريع اليوم في السودان، تقاتل أو أيضا حتى تمدها بأسلحة؟ نحن نحتفظ بعلاقات متوازنة مع معظم الدول، لدينا علاقات مميزة وجيدة مع روسيا ومع الصين مع أمريكا مع كل الفاعلين في المجتمع الدولي، نحتفظ بعلاقات متوازنة معهم. طيب بالنسبة للدول الحدودية معكم، هل هناك أي خشية من أن تنزلق في هذا الصراع، من أن أيضا تتدخل في السودان؟ أتحدث هنا عن أثيوبيا، أتحدث عن تشاد أيضا كذلك. علاقتنا مميزة مع أثيوبيا، وأنا على تواصل مع الرئيس الأثيوبي ونتشاور في كل أمر هما البلدين. الإخوة في تشاد أيضا لدينا معهم تواصل يوميا مستمر، وهم أغلقوا الحدود، والآن يمكن المئات الفارين من الدعم السريع تم التحفظ عليهم في الحدود مع تشاد، وأيضا مئات السيارات ذات الدفع الرباعي الفارة من العمليات أيضا تم التحفظ عليها بواسطة القوات المشتركة مع تشاد.
يعني أنتم الآن تنفون كل الأنباء التي تحدثت على أن هناك أنباء أو عن أن هناك توترات على الحدود بينكم وبين تشاد مثلا؟ أبدا، نحن نعمل مع تشاد في تنسيق جيد ومستمر، ويوميا نتبادل المعلومات ونتبادل التواصل مع الرئيس محمد دبي. طيب. هم الآن على الحدود موجودين ويتحفظون على كل فرد هارب من الدعم السريع يحاول الدخول إلى تشاد. الولايات المتحدة هددت بوضعك شخصيا وحميدتي أيضا على قائمة العقوبات إن استمرت هذه الحرب، كيف تعلقون سيادة الفريق؟ أنا لا أخشى في سبيل الدفاع عن بلدي وفي سبيل أداء واجبي أي عقوبات تصدر من أي جهة. أنا أقومي واجبي ومستعد لتحمل أي مسؤولية تنتج عن أدائي لمهمتي ولواجبي. طيب، فيما يخص الهدن سيادة الفريق، أكثر من 5 أو 6 هدن أعلنت في السودان منذ بداية هذه الأزمة، لم يلتزم أي طرف بهذه الهدن وتم اختراقها، من تحملون المسؤولية؟ هل أنتم جزء من هذه هل أنتم جزء من مسألة اختراق الهدن الإنسانية في السودان؟ أي هدنة أعلنت أصلاً ما في هدنة حتى ابتدعت، لأن قوات الطرف الآخر غير مسيطر عليها وهي منتشرة في مناطق مختلفة من الأحياء السكنية، وكل يعمل بمفرده. كثير من المحال التجارية تم العزاء عليها، البنوك، مؤسسات الدولة، هؤلاء الأشخاص لا هم لهم غير أنه ينهبوا المواطنين، ينهبوا المقار الحكومية، ينهبوا حتى البنوك. لذلك هنالك في كل حركة يستخدمون الأسلحة، يستخدمون القوة، تضطر القوات المسلحة لأن ترد عليهم. هل أنتم جاهزون لأي هدن إنسانية ترعاها الأمم المتحدة أو دول أيضا إقليمية؟ بالتأكيد، نحن دوما نزع إلى عدم التصعيد، نزع إلى حقن دماء أبناء الوطن، نزع إلى المحافظة على مكتسبات الدولة السودانية، نزع إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. كل إجراء يساعد على هذه الأمور نحن سنمضي فيه. ليس لدينا مصلحة في أن يموت أو يموت السودانيين أو تدمر البنية التحتية للدولة. بالنسبة للعملية السياسية سيادة الفريق في السودان، ما هو مصيرها الآن؟ نحن ملتزمين بإكمال العملية السياسية وملتزمين، وهذا واجب حتى ننهي الصراع، لأن هذا الصراع هو في الأساس جزء منه صراع سياسي. نحن نريد أن ننهي هذه المسألة، ونحن مقتنعين بأن الحكم العسكري ليس لديه مستقبل في تطوير أي دولة في العالم. لذلك حريصين فأن تكون في حكومة مدنية تتولى الشأن، حكومة مدنية متوازنة ليس لديها صراعات لا تجر البلد إلى صراع جديد. يعني في ظل كل المطالبات بالتهدئة، الوساطات الدولية أيضا والأممية التي أعلنت خلال الفترات الماضية، الدعوات إليكم أنتم شخصيا وإلى قوات الدعم السريع، هل يمكن أن يعود الوضع بينكم وبين قوات الدعم السريع إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب؟ طبعا لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب للظروف الحالية التي نعيشها الآن. طيب، طالما أنتم كلكم كقيادات داخل القيادة العامة، ألا تخشون من الاستهداف؟ نحن نقدم أنفسنا لهذا الاستهداف، هذا واجبنا ولا يضير إذا كان قتلنا في سبيله. نحن مقتنعين بأننا نؤدي واجبنا ونذهب فداء لهذا الواجب. طيب، أخيرا، ما هي رسالتك إلى حميدتي وإلى شقيقه أيضا؟ أنا أقول أن هذه الحرب ليس بها كاسب، وهذه الحرب الجميع خاسر فيها، والخاسر الأول هو الشعب السوداني، والخاسر الأكبر هو الدولة السودانية. لذلك يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن يعود المقاتلين إلى أماكنهم، يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة إلى من ينظرون إلينا الآن برأفة وبحزن وبشفقة. رسالتكم أيضا كذلك إلى الشعب السوداني سيادة الفريق؟ نحن نقول للشعب السوداني أن هذه الحرب فرضت على القوات المسلحة،
وفرضت على الشعب السوداني أيضا كظهير للقوات المسلحة، ويجب أن تنتهي ويجب أن تتوقف. نحن نعلم المعاناة كبيرة جدا التي يعانيها الآن مواطنينا وشعبنا، لذلك نقول لهم قليل من الصبر وقليل من الجهد، ربما نأتي بنتائج إيجابية تخدم مستقبل السودان وتخدم مستقبل الدولة السودانية. قبل أن أختم معك إذا سمحت لي سيادة الفريق، يعني بعد أن يتم إجلاء كل الرعاية ومواطني الدول الأجنبية من داخل السودان، هناك من يتخوف من أن ينزلق الوضع في السودان إلى ما هو أسوأ، هل هذا السيناريو موجود لديكم يعني سبل للتعامل معه، أو أنه مطروح كذلك لديكم؟ نحن كما ذكرت لك في البداية أن كل من يبدأ الحرب لا يعلم نتائجها ولا يعلم نهايتها، مهما كانت توقعاته ومهما كانت حساباته. لذلك السودان مليء بالوطنيين، مليء بالمخلصين، مليء بمن يتحدث بصوت العقل. نحن نرجو أن تدخل العقال والوسطاء الذين تهمهم مصلحة البلاد لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى الشاملة. أشكرك جزيل الشكر. انضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.